قرر الجهاز الفني الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال استئناف تدريبات الفريق الأول لكرة القدم اليوم السبت بعد أن حصل اللاعبين على راحة أمس للاستعداد لانطلاق الموسم الجديد رغم إجراء انتخابات النادي لاختيار مجلس شرعي جديد. وكان إيهاب جلال المدير الفني الإسماعيلي ألزم أعضاء الفريق للانتظام في مران الليلة بالسد الإسماعيلية بوجود كافة اللاعبين. وقال حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي أن البرنامج التدريبي يسير وفق معدلات إيجابية للغاية حتى الآن تحت إشراف إيهاب جلال للتحضير الجاد للموسم المقبل الذي نأمل خلاله تصحيح المسار الكروي لفريقنا عن السنوات الأخيرة. وأضاف أن المشاكل التي يتعرض لها فريقنا بسبب إيقاف القيد 3 فترات متتالية ندركها جيدا ونعمل جاهدين للتغلب عليها بتجهيز اللاعبين الكبار والصاعدين بدنيا وفنيا، مشيرا إلى أن اللجنة الثلاثية والفنية نجحت في ترتيب الأوراق قدر المستطاع وآخرها تمديد عقد عمر الوحش موسمين بشروط ميسرة بناء على مطلبنا قبل انتهاء مهامها الرسمية مع اختيار أعضاء الجمعية العمومية للمجلس الجديد الليلة. وأوضح أن القائمة الإضافية للإسماعيلي لن يتبقى فيها سوى مقعد واحد ويجري الاتجاه لتسجيل مصطفى فارس بعد تمديد تعاقده مثل زميليه الحارس أحمد عادل عبد المنعم وعمر وحش قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية 15 سبتمبر المقبل. وأكد أن إيهاب جلال يعكف على إعداد لائحة متميزة للموسم المقبل تشمل تعظيم مكافآت الفوز للمباريات الرسمية ومضاعفة العقوبات عند الخسارة أو خروج أي لاعب عن التعليمات داخل أو خارج المستطيل الأخضر، فضلا عن بنود أخرى تنصب بجميعها لمصلحة النادي الإسماعيلي.